قديش لك متقاوي هون عندي بالمعمل؟ فترة منيحة طبعاً، وراقبت وتخبيت أنت وجماعتك، ولا حدا قرب عليكم، ولا أنا غلطان؟ مظبوط هذا الحكي. يعني أنا وفيت باللي علي تجاه الصفقة اللي كانت بيناتنا، وإجا دورك لترد الجميع. هلا شو بدك؟ مالو؟ مدام حنين أخيرا بين شيء عن الملازم أول مازن. شو؟ هلا خبرونا إنه وصل جسمان. مدام حنين، أنت معي؟ إيه. أنا خبرت أهله حسب الأصول، وقلت لازم خبرك كمان. كتر خيرك. لا تروح على البيت، خذني على شؤون الشهداء. شايل البالونات؟ شلتهم مشان الشمس، ولا تفكروني باب بنوي. شو كتير ما؟ شو كتير؟ الله يحميكم يا رب. يلا أنا بدي أروح، بس وصل على البيت بحاكيك. أكيد ها. يلا باي. يا مدام فهمي علي، الله يخليك، صرت عايد لك نفس الكلام ثلاث مرات. التحليل الطبي أكد أنه الجثة للملازم أول مازن 100%. عم تصير مع كتير عالم الجثة ما عم تصل لبعد.